السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم زميلكم كارم محمود. بإذن الله هنتكلم في الفيديو ده عن ايه؟ هنتكلم عن او هنكمل ايه يعني هنكمل السيكشوال ترانزميتد ديزيز اللي بدأناها في المحاضرة الأولى بالبكتيريال وفي المحاضرة الثانية بالفيرال، تمام؟ هنتكلم فيها عن ايه؟ هنتكلم فيها عن المايكوبلازما والكلاميديا. طب ليه مثلا ما ضفناهمش في اول محاضرتين؟ لان الكلاميديا والمايكوبلازما ليهم صفات خاصه بيهم، يعني صفات شويه فيروس وصفات شويه بكتيريا، فعشان كده حطيناهم في توتوريال لوحده، وعشان برضو حتى نعمل حاجه اسمها توتوريال يعني. فالسيكشوال ترانسميتد ديزيز عباره عن ايه؟ عباره عن ديزيز بتتنقل عن طريق السيكشوال انتركورس او السيكشوال كونتاكت، مفيش اي مشاكل. بدالك بيتكلمنا قوت اول حاجه بتعمل لي بكتيريال او بتعمل لي سيكشوال ديزيز البكتيريال، اتكلمنا عن اول ثلاثه واتكلمنا عن التريبانوما والنيسيريا والهيموفيلس، ما اتكلمناش عن الدنوفانيا جرانيولوميتس ومن اسمها بتعمل جرانيولوما، تمام؟ جراندريلا فاجينالز وبتعمل فاجينيتس، برضو اقراهم كده مفيش اي اسئله فيهم دكتوره، قريتهم بسرعه. هنتكلم بقى ايه هنا بالسلايد دي، بيديك نبذه عن الكلاميديا اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه، وعن المايكوبلازما اللي احنا هنتكلم برضو عليها بالتفصيل. مش عاوز تتكلم عليها؟ ما يعني نقول ندي نبذه بسرعه كده. الكلاميديا عباره عن ايه؟ لا هي بكتيريا ولا هي فيروس، يعني فيها صفات البكتيريا وصفات الفيروس، تمام؟ السلايد دي عاوزه توصلنا ايه؟ عاوزه توصل لنا ان عندنا نوعين من ال او مش نوعين يعني حاجتين من الكلاميديا بيعملوا لي جينيتال ديزيز. بص، اولا احنا بنقسم الكلاميديا حسب الحروف الابجديه، تاني احنا بنقسم الكلاميديا حسب الحروف الابجديه ازاي؟ يعني في كلاميديا A وكلاميديا B وكلاميديا BA وكلاميديا سي وهكذا. بيقول لك ان A و B و C دولت ما لهمش علاقه بالجينيتاليا، يعني ما بيعملوش مشاكل في الجينيتاليا، تمام؟ عشان كده تلاحظ ان هو مش ضايفهم هنا، هو بادئ من اول ايه؟ الدي للكي. قال لك ان من دي لكي بيعملوا لي نون سبيسيفيك يوريسترايتس. يعني ايه نون سبيسيفيك يوريسترايتس؟ بص، اللي بيعمل لي يوريسترايتس بكتيريا اسمها الجونوكوكاي، فأي بكتيريا أو أي حاجة تانية تعمل لي يوريسترايتس برضو بسميها نون سبيسيفيك يوريسترايتس، تمام؟ يعني أنا ممكن أشيل كلمة نون سبيسيفيك يوريسترايتس وأسميها نون جونوكوكال يوريسترايتس، تمام؟ هي نفس الأعراض ونفس الإنفكشن والفاجينال ديستشارج والديسبارونيا والسلبنجايتس ومش عارفة إيه، نفس الأعراض بالظبط، ولكن طالما مش الجونوكوكاي اللي عاملاها بسميها نون سبيسيفيك أو نون جونوكوكال يوريسترايتس. تاني حاجة نتكلم عليها برضو أو تاني حاجة من الكلاميديا من L1 و2 و3، احنا قلنا من دي لكي نون سبيسيفيك يوريسترايتس، اما L1 و2 و3 دولت بيعملوا لي حاجة اسمها لينف جرانيولوما فينيريم. نفسر الكلمة بسرعة، فينيريم يعني جينيتاليا، فينيريم يعني جينيتاليا، لينف جرانيولوما يعني عبارة عن جرانيولوما أو زويلينج في الايه؟ في الليمف نود بتاعة الجينيتاليا، يعني تلاقي جينيتاليا أو الانجواينا الليمف نود بتاعة الميل أو الفيميل ده حصل فيها زويلينج، تمام؟ تمام، حوالين كده الاكسترنال جينيتالي، تمام. ده الكلاميديا بسرعه كده. طب المايكوبلازما، برضو المايكوبلازما ولا هي فيروس ولا هي بكتيريا، فيها صفات الفيروس وفيها صفات البكتيريا، وهنتكلم عليها. في منها اربع سترينز، في منها ايه؟ اربع سترينز، اربع فصائل، اربع عائلات، عيلتين بيعملوا لي سيكشوال ديزيز، وعيلتين تانيين ما بيعملوش سيكشوال ديزيز. طب اللي بيعملوا سيكشوال ديزيز زي مين؟ يوريوبلازما يوريليتيكم، ومن اسمها بتحتاج يوريا علشان تعيش، تمام؟ يلا اهي بصمجه من دلوقتي، يوريوبلازما يوريليتيكم. النوع الثاني مايكوبلازما جينيتاليا، ومن اسمها جينيتاليا برضه يبقى بتعمل مشاكل ايه في الجينيتاليا، يبقى يوريوبلازما يوريليتيكم ومايكوبلازما جينيتاليا. النوعين الثانيين احفظهم اسما لحد ما نقولهم كمان شويه، واحده اسمها مايكوبلازما نيموناي ومايكوبلازما هيومونانس، تمام؟ يبقى السلايد دي اتكلمنا بسرعه يعني ايه كلاميديا ويعني ايه مايكوبلازما، او مش يعني ايه، يعني الحاجات اللي هتعمل لي مشاكل او سيكشوال ديزيز. بعد كده بتكلم عن الفيروس، الفيروس اللي بتعمل لي سيكشوال ديزيزز، برضو اتكلمنا عنها في محاضره الفيروس، اقراهم بسرعه مفيش اي مشاكل فيه. الفانجاي زي الكانديدا البيكانز، الكانديدا بتعمل لي حاجه اسمها فاجينال ثراش. يعني ايه فاجينال ثراش؟ يعني لو كتبت دلوقتي على جوجل، انا والله كنت جايب صور وحاجات بس للاسف ما عرفتش اسجل من على اللاب، كل ما اسجل يطلع، فحلفت انا مسجل على اللاب خالص يعني. المهم بتلاقي زي ايه؟ مثلا انت قعدت تهرش كتير مثلا في مكان، فبتلاقي ان حصل فيه زي حبوب كده بتظهر في المكان واحمر ومش عارفه ايه، هو برضو اعراض الايه؟ الفاجينال ثراش، بيبقى عامل كده بالظبط. يعني لو شفت صوره هتلاقيه عامل كده بالظبط، تمام؟ ما يهمناش في حاجه. نبدا يلا نتكلم عن ايه؟ عن الكلاميديا. عن ايه؟ عن الكلاميديا. الكلاميديا
ترايكوميتس. الكلاميديا ده عيلة كبيرة. العيلة دهيت obligatory intracellular. الناصح اللي عارف ان كلمة obligatory intracellular ديت ما بقولهاش غير في الفيروس. ما بقولهاش غير فين؟ في الفيروس على طول. ورجع تاني قالك ان هي بتنتمي لعيلة الجرام نيجاتيف بكتيريا. يا نهار ازرق، يعني انت فيروس ولا بكتيريا؟ انا مش انا، يعني انا دلوقتي احنا مش عارفين ولا هي فيروس ولا هي بكتيريا، فيها صفات الاثنين. تمام، يقولك ان هي فيها ثلاث حاجات او حاجتين خاصين بالفيروس او ثلاث حاجات هنشوفهم دلوقتي، وايه والباقي تبع البكتيريا. يعني ايه؟ بيقولك ان هي لازم تعيش انتراسيلولر. ده ايه ده؟ لازم تعيش انتراسيلولر زي مين؟ زي الفيروس. بيقولك ان هي لازم تعيش انتراسيلولر لان ما بتقدرش تصنع الطاقه الخاصه بيها. ما بتقدرش تصنع الطاقه، يعني ما تعرفش مثلا، ما عندهاش ميتوكوندريا تصنع لك مثلا الاي تي بي وتقدر مش عارف ايه، فلازم تعيش ايه؟ انترا سيلولر. تمام، علشان كده رجع تاني تحس ان هو حماده هلال بيكرر، بيقول لك ان هي ما تقدرش تعيش في الان ان انيميت انيميت ميديا. كلمه ان انيميت ميديا يعني وسط غير حي. يعني مثلا لو سبتها مثلا على ازازه بره كده في الشارع او مش عارف ايه، او على اطراف في الشارع، يقول لك تموت. ليه؟ لان هي لازم أن تعيش في انتراسيلولر اورجانيزم ليفنج تيشو. تمام، ملهاش اي 30 لازمه يعني. طب ليه فيها صفات البكتيريا ازاي؟ انا لسه قايل لك ان هي جرام نيجاتيف بكتيريا، دي اول حاجه صبغناها يا عم. بس لقوا ان هي ما بتتصبغش على فكره بالصبغات بتاعه الجرام. شوف هي تحس ان هي ايه، مستفزه، ما بتتصبغ برده والله مش عارف. يعني هي جرام نيجاتيف وما بتتصبغش بالصبغه بتاعه الجرام، امال بتتصبغ بايه يا عم؟ بيقول لك ان هي، تعالى ايه نقولها في السلايد اللي هنا وخلاص اهي، بيقولك ان هي ما بتتصبغش بالجرام، امال بتتصبغ بصبغه خاصه اسمها الجيمسا والماكفيلوستين. بتتصبغ بصبغه خاصه اسمها جيمسا وماكفيلوستين، احفظهم صم. تمام، ايه تاني من صفات البكتيريا؟ ده اول صفه من صفات البكتيريا، عد معايا. اول صفه من صفات البكتيريا ان هي بتتصبغ بالجيمسا والماكفيلوستين. تاني صفه من صفات البكتيريا ان هي بتعمل لي بتنقسم الانقسام اللي هو العادي، الانقسام الميتوزي البسيط خالص كده بتاع البكتيريا اللي هو البيناري فيجن. واحده تديني واحده، تديني كمان واحده جنبها، وهكذا وهكذا. ده اسمه ايه؟ البيناري فيجن. تمام، الخليه بتحتوي على ريبوسوم اند سينسز بروتين، وتقدر تصنع بروتين. يعني هي بتقدر تصنع بروتين ولكن ما بتحتويش على ميتوكوندريا تصنع بيها الايه، ال اي تي بي. عشان كده هي لازم تعيش ايه؟ انتصر. يبقى اول حاجه قلنا ان هي بتتصبغ بايه؟ بجيمسا وماكفيلو ستين. تاني حاجة اللي هي بتنقسم بالايه؟ بالسمبل بيناري فيجن. تمام، وبتحتوي على ريبوسوم وعشان تقدر تصنع البروتين بتاعها. ما هو طبعا عشان حاجة بتنقسم يبقى لازم تكون بتصنع بروتين كده. انما الفيروس بيصنع البروتين او بيعتمد على صنع البروتين من الايه؟ من النسيج اللي عايش جواه، فاهم؟ طب تالت حاجة تقول لي ان هي بكتيريا، ان هي بيقول لك ان هي بتحتوي على دي ان اي وار ان اي. دي ان اي وار ان اي. تمام، الفيروس طبعا يا اما يكون دي ان اي يا اما يكون ار ان اي. اعتقد في انواع معينه من الفيروس هي اللي بيكون فيها الاثنين، بس لا، البكتيريا هي اللي ممكن يبقى فيها دي ان اي وار ان اي. تمام، يبقى انا قلت ثلاث حاجات دلوقتي خاصين بالبكتيريا، تتصبغ بالجيمسا وماكفيلو، بتحتوي على او بتنقسم بالبيناري فيجن، بتحتوي على دي ان اي وار ان اي. بيقول لك انها كمان بتستجيب للايه؟ للمضاد الحيوي، الانتي بايوتيك، انتي ميكروبيال دراجز. طب ايه ده؟ هو مين اللي بيستجيب بالمضاد الحيوي، البكتيريا ولا الفيروس؟ لا البكتيريا طبعا، الثاني انتي فايرال، فبتستجيب للايه؟ للمضاد الحيوي. عشان كده بقول ان هي بكتيريا. قلنا اربع حاجات اهو خاصين بالبكتيريا، بقى دلوقتي حاجتين بس او كام حاجه، ثلاث حاجات بيقول ان هم ان هي فيروس. قلت لك من شويه ان هي اوبليجاتوري انتراسيلولر، وبالتالي لازم تعيش في ان ليفنج سيل. تمام، لانها ما بتقدرش تصنع الاي تي بي بتاعها. رجع كرر او عكس الكلمه ثاني وقال لك ان هي ما تقدرش تعيش في ان انيميت ميديا عكس البكتيريا. ان انيميت ميديا ان ايه؟ وسط غير حي، لازم تعيش جوه ليفنج تيشو. قال لك حاجه تانية ان هي بتكون انتراسيلولر انكلوجنز. يعني الفيروس لما بيخش جوه الخليه، لو فرضنا دي خليه، بيقعد يعمل فيها انكلوجن كده جوه الخليه، بنسميها الفيرال انكلوجن او انتراسيتوبلازميك او انترانيوكلير حسب يعني. بس هو قال لك ان هي بتعمل ايه؟ انتراسيتوبلازميك انكلوجن، وبتكون لونها بيزوفيليك، لونها ازرق كده. تمام، يبقى في ثلاث حاجات بتقول ان هو يا فيروس، ادي حاجه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، والباقي يقول ان هي بكتيريا. نعدهم بسرعه، بكتيريا يبقى دي ان اي وار ان اي، انت قسمهم وانت بتذاكر كده عشان ايه ما تحفظش السبعه. لا قول في بكتيريال يبقى اربعه، دي ان اي وار ان اي، ان هي بتحتوي على دي ان اي وار ان اي، ان هي بتنقسم بالبيناري فيجن، ان هي بتتسبغ بالجيمسا والماكفيلو، ان هي بتستجيب للمضاد الحيوي. ايه تاني يا ربي؟ بس كده، بس كده.
طب هي فيروس ليه؟ لان هي ما تقدرش تعيش في الانيميت ميديا، بتعيش في الليفنج سيل، بتعمل لي انترا سيتوبلازميك بيزوفيليك انكلوجن. تمام، زي ما قلت لك من شويه ان احنا بنقسمها، او ما قلت لا ما قلتش الحته دي معلش، الكلاميديا تريكوميتس بقسمها للكلاميديا تريكوميتس، للكلاميديا تريكوميتس وكلاميديا سيتيكاي وكلاميديا نيموناي. تاني، يبقى لو انت لاحظت دلوقتي ان اللي بيعمل لي السيكشوال ديزيز الكلاميديا تريكوميتس ولا سيتيكاي ولا نيموناي، انا ما جبت السيره السيتيكاي ولا جبت السيره النيموناي، كل كلامي من شويه كان على التريكوميتس بس، حتى انا قسمتها لك لاي وبي ومش عارف ايه. تمام، يبقى الكلاميديا تريكوميتس هي اللي بتعمل لي السيكشوال ديزيز ومش كلها كمان. تاني، انا قسمت الكلاميديا عيله الكلاميديا للكلاميديا تريكوميتس وسيتيكاي ونيموناي. سيتيكاي دي البي سايلنت، مش بي سيتيكاي زي بي سيودو كده، لا سيتيكاي ونيموناي. تمام، يلا تعال نقسمها حسب انفكشن دي تو كلاميديا تريكوميتس. قسمها امينو تايب، يعني امينو تايب يعني في منها امينو تايب A وامينو تايب B وامينو تايب C وهكذا. قال لك ان، او انا قلت لك من شويه ان A وبي وبي A وسي دولت بيعملوا لي حاجه اسمها تراكوما. يعني تراكوما يعني ما لهمش، تراكوما يعني ده كرونيك كرونيك كيراتو كونجنكتيفايتس، يعني مشكله في العين، مشكله في الملتحمه والقرنيه. تمام، يبقى يجي اسالك الاي والبي والبي اي سي دولت ليهم علاقه بالجينيتاليا، بيعملوا اي مشاكل جينيتاليا؟ لا. امال بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجه اسمها تراكوما. طب تراكوما يعني ايه؟ ده عباره عن كرونيك كيراتو كونجنكتيفايتس. تمام، اما من الدي للكي، لا انا قلت لك من شويه من الدي للكي بيعملوا حاجه اسمها نون سبيسيفيك يوروسترايتس، او نون سبيسيفيك زي ما كاتب جينيتال انفيكشن، زي ما ذاكرت ذاكرها، او نون جونوكوكال يوروسترايتس. فسرنا من شويه يعني ايه كلمه نون جونوكوكال، يعني عباره عن يوروسترايتس شبه شبه اليوروسترايتس اللي بتعملها الجونوكوكاي، ولكن ايه عشان مش الجونوكوكاي اللي بتعملها فبسميها نون سبيسيفيك. تمام، عاوز تقرا الكلام اقراه، هو نفس الكلام اللي قلناه في الايه في الجونوكوكاي هناك، مفيش اي مشاكل. في حاجه تانية او في حاجتين هتعملهم ما لهمش علاقه بالايه، ما لهمش علاقه بالجينيتاليا. اول واحده معانا اسمها انكلوجن كونجنكتيفايتس، يعني يعني تروح تخش في الملتحمه بتاعه العين في الاي في الملتحمه وتعمل انفكشن فيها. بيقول لك ايه؟ ان شخص عنده، اولا الانكلوجن كونجنكتيفايتس ديت مش هتيجي للشخص الا لما يكون جاله قبل كده جينيتال انفكشن، يعني هو يكون عنده الاول مشكله ايه جينيتال انفكشن. تمام، يعني ايه يكون جاله مثلا يوروسترايتس، فاهم؟ يكون جاله الاول يوروسترايتس او كده، فهو عمل ايه؟ حط ايده على المكان اللي هو الانفكتيف ده وعاد نفسه، فاهم؟ عاد نفسه يعني حط ايده على عينه. تمام، فلما حط ايده على عينه يبقى نقل العدوى للعين، وبالتالي نقل الكلاميديا للعين يعني، فحصل ايه؟ انفكشن في العين، هذا الانفكشن. فعشان كده هيقول لك ان ايه؟ usually by indirect contact from genital infection. اهو الاول العدوى، ان يعني الانكلوجن كونجنكتيفايتس زي ما بتتنقلش للشخص لما يكون الاول عنده ايه جينيتال انفيكشن، من خلال الجينيتال انفيكشن ينقلها للايه، ينقلها للعين. تمام، بيقول لك ان في حاجه اسمها تي ار اي سي، تي ار اي سي اللي هو عباره عن تراكوما انكلوجن كونجنكتيفايتس. يعني ايه؟ يعني عباره عن انفيكشن في العين، انفيكشن في العين اللي هي الايه، اللي هي الكيراتو كونجنكتيفايتس اللي احنا لسه قايلينها من شويه. تمام، واول ما اشوف، يعني انت ممكن تعرف ان الشخص ده عنده جينيتال انفكشن من خلال عينه، لان انت لما تلاقي ان الشخص ده عنده تراكوما في عينه يبقى الشخص ده طبيعي يكون عنده جينيتال انفكشن تحت، لان انا عارف ان التراكوما مش هتيجي غير لما يكون الشخص الاول عنده جينيتال انفكشن تحت، لان احنا قلنا ايه بينقلها عن طريق الايه، مثلا دايركت كونتاكت اللي هو مثلا نقلها من هنا لهنا من غير ما ياخد باله او كده. نخلص او نخرج من السلايد ده ان احنا عندنا حاجه اسمها انكلوجن كونجنكتيفايتس، بيسببها مين؟ بيسببها السترينز من دي لكي. تمام، في حاجه اسمها تي ار اي سي، ده عباره عن تراكوما انكلوجن كونجنكتيفايتس. يعني ايه تراكوما انكلوجن كونجنكتيفايتس؟ ده عباره عن تراكوما في العين، يعني كرونيك كونجنكتيفايتس في العين، بتقول لي ان الشخص ده عنده جينيتال انفكشن بس. تالت حاجه ممكن تعملها لي برضو نيوناتال اوفثالميا. يعني نيوت الافسلمي لو الام دهيت عندها كلاميديا، عندها جينيتال انفيكشن، عندها ايه جينيتال انفيكشن، من خلال مثلا الطفل هو بيتولد، الطفل بيتولد ممكن العدوى تنتقل للطفل من خلاله، هو مثلا بيعدي من خلال الفاجينا او كده، العدوى تنتقل للطفل وتبدا الاعراض تظهر على الطفل من خلال اسبوع لاسبوعين بعد الولاده.
تمام. يعني الطفل ده برضو يجي له ايه؟ يجي له كونجنكتيفايتس، يجي له ممكن على فكره بلايندنس بعد فتره يعني لو ما اتعالجش. يبقى احنا قلنا ايه؟ ثلاث حاجات. اول واحده كان نون جونوكوكال انفكشن او نون سبيسيفيك يوروسايتس، ومن خلال على فكره بنينا عليها ان من النون سبيسيفيك يوروسايتس ديت لو الراجل ده ممكن يعدي نفسه او الفيميل دي تعدي نفسها، فتعمل لي انا نسيت، تعمل لي انكلوجن كونجنكتيفايتس. طب تاني ممكن الست اللي هي الفيميل دهيت تعدي ابنها وهو نازل، فتعمل لي نيوناتال اوفسالميا، يعني برضه اوفسالميا يعني مشكله في العين، نيوناتال اللي هو طفل. تمام. اتكلمنا عن الدي من الدي للكي. طب نتكلم يلا بسرعه عن من ال1 و2 و3. ال1 و2 و3 بيعملوا حاجه اسمها ليمف جرانيولوما فينيريم. فسرت لك في الاول يعني ايه ليمف جرانيولوما فينيريم، يعني انلارجد انجوينال ليمف نود، انلارجد انجوينال ليمف نود، بس كده مش عاوز تعرف اكتر من كده. انلارجد انجوينال يعني تبص كده على الاكسترنال جيتانيا بتاعه الفيميل او الفيميل ديت، تلاقي حوالينها الليمف نود بتاعتها انلارجد. تمام. والصور برضو موجوده عندك على جوجل. طب نشخص الكلاميديا ازاي؟ بص زي اي حاجه بنشخصها، بناخد الاول سبيسمن عينه. طب العينه منين؟ ممكن حسب لو انا من العين يبقى هاخد عينه من لو انا عندي كونجنكتيفايتس يبقى هاخد اسحب عينه من العين، لو من اليوريثرا هسحب برضو عينه من اليوريثرا، من الفاجينا وهكذا. عين بص حاجات كده ملهاش اي تلاتيزم والله. طب ايه الاختصار اللي هو اللي جي في ده؟ اللي هو ليمف جرانيولوما فينيريم. يعني لو الشخص اللي عنده ليمف جرانيولوما فينيريم ده هروح اسحب عينه منين؟ اكيد هروح اسحبها من الليمف نود اهو، نود اسبيريت. تمام. يبقى اللي عنده ليمف جرانيولوما فينيريم هسحب العينه اكيد من الليمف نود اللي هي انلارجد دهي. بس طب العينه اللي انا خدتها دي يا اما اروح اسبخها، يا اما اروح اعمل لها ايه، يا اما اشوفها تحت الميكروسكوب، يا اما اعملها في كالتشر. تاني العينه اللي انا خدتها يا اما احطها في اسبخها واشوفها تحت في شرايح تحت الميكروسكوب، اشوفها في شرايح واشوفها تحت الميكروسكوب، يا اما او طبعا اشوف العينه على طول تحت الميكروسكوب مش شرط اسبخها، يا اما اعمل ايه، اعملها في كالتشر. طب احنا قلنا نسبخها بايه؟ نسبخها بشمسه او ماكفيلوستين بس ولا اي حاجه تانية. طبعا هتشوف لما تشوف الصبغه هتشوف الايه، الانتراسيتوبلازميك انكلوجن اللي بتعملها والحاجات بقى بتاعت ايه والشكل بتاع الكلاميديا دي، تشوفها تحت الميكروسكوب بالايه، بالايمينوفلوريسنت. تمام. يعني تجيب انتيبادي مع مش عارف شغل السيرولوجي شويه ممكن يعني. تمام. برضو نان سبيسيفيك خالص فمالهوش اي تلاتيزم. ليه مثلا عمره ما يسالني في سؤال في السلايد دي كلها؟ لان بقول الكلام ده مع اي حاجه، مع اي حاجه تلاحظ ان احنا بنقول الكلام ده اصلا. طب الكاليتشر انا عارف ان هي يعني ممكن اكتب جنب الكاليتشر ديت ان هي لازم احطها في كاليتشر ليفنج تيشو، لازم اكتب جنبها ليفنج تيشو. طب ليفنج تيشو بتاعها بيكون اليوكساك اوف الامبريونيتد ايج، برضو على فكره نان سبيسيفيك لان انا فاكر ان احنا قلنا كلمه يوكساك اوف الامبريونيتد ايج في كذا حاجه، فنان سبيسيفيك خالص. بيقول لك ان التيشو كاليتشر بتاعه التراكوميتس كلاميديا تراكوميتس والسيتيكاي بتنمو على الماك كوي، حاجه اسمها الماك كوي سيل كالتشر، احفظها. تاني يبقى الكلاميديا تراكوميتس اللي هم اول اتنين، يعني كان عندنا تراكوميتس وسيتيكاي ونيموناي. بيقول لك ان اول اتنين اللي هو التراكوميتس والسيتيكاي ممكن اعمل لهم كالتشر على الماك كوي سيل كالتشر، احفظها. ممكن تيجي ممكن ما تجيش ما نعرفش. ماك كوي سيل كالتشر، ماك كوي سيل كالتشر. طب حاطط تحت ايه؟ بيقول لك ان انا واعالجهم بمين؟ بمضاد حيوي اسمه سايكلو هيكزيمايد. سايكلو هيكزيمايد تاني يبقى السيتيكاي والتراكوميتس الماك كوي سيل كالتشر، ماك كوي سيل كالتشر، سيتيكاي وتراكوميتس ماك كوي سيل كالتشر بايه؟ بالسايكلو هيكزيمايد، بالسايكلو هيكزيمايد. او مثلا تجيب انيمال فار مثلا وتجيب العينه من الشخص ده اللي هو مثلا هو بيقول لك تسحب عينه مثلا من الليمف جرانيولوما فينيريم، تسحب عينه منها وتحطها في فار وتزرعها في فار وتشوف التغيرات اللي هتحصل في الفار ده، هيحصل عليه الاعراض بتاع الماك الاعراض بتاعت الكلاميديا ولا لا، وكده تشخص. بس حاجه ملهاش لازمه، سلايد ملهاش لازمه، بس اللي ممكن ايه تقراها في السلايد دي هي الجزء ده علشان لو رخم وجاب فيها سؤال. تمام. برضو سلايد والله ما فيها اي حاجه، هنقراها بسرعه او هنكروتها بسرعه لان ما فيهاش اي حاجه اهو. انتيجين ديتكشن بالاليزا والاميونوفلورسنت مش اي كلام. طب الدي ان ايه بالبي سي ار. طب السيرولوجي ممكن تعمل اميونوفلورسنس، كلام ملوش اي تلاتة لازم. اما السلايد لا طبعا مهمه، مهمه جدا طبعا جدا جدا. حاجه اسمها فرايز تيست، فرايز تيست، فرايز تيست ده عباره عن انترا ديرمال تيست. يعني انترا ديرمال تيست انت عارف ده، بص نفس فكره حاجه اسمها التوبركلين تيست. لو تفتكر كده كنا بنعمل اختبار للتوبركلوزس بحاجه اسمها توبركلين تيست. ازاي؟ بتجيب دراع العيان، بنعمل ايه؟ بنجيب دراع العيان وبنجيب سرنجه ونحط فيها الايه، الحاجه من العينه
يعني ايه بنسحب؟ يعني مش حاجه من بنحط فيها كلاميديا، يعني بنجيب سرنجه وحاطين فيها كلاميديا تمام، وبنحط ونجيب حطيناها طبعا في السرنج، وبنجيب دراع العيان وبنحط فيه الايه الكلاميديا دي، طبعا بيكون عباره عن انتراديرمال، بنحطها تحت في الجلد، مش ايه مش سبكوتينيوس وكلام ده، يبقى تاني عباره عن ايه انتراديرمال تيست، انتراديرمال الرجيك تيست. لو لقيت دراع العيان حصل فيه زويلنج، يعني كده زويلنج يعني يعني استجاب، يعني مثلا استجاب للعمليه دي بوزيتيف تمام، بوزيتيف الزويلنج ده، لو الزويلنج ده اقل من 7 يبقى الشخص ده ما عندوش انتيبادز ضد الكلاميديا والكلام ده، يعني لازم عشان اشخص ان الشخص ده بوزيتيف لازم أن يكون الزويلنج اكتر من 7 مللي. تاني فرايز تيست عباره عن ايه انتراديرمال تيست، بعمل فيه ايه بح ان في انتراديرمال، عباره عن بجيب جروين لينف جرانيولوما فيريم، يعني بسحب باخد ايه باخد عينه او باخد مثلا شويه من اللينف جرانيولوما اللي عندي وبحط عليهم هيت ان اكتيفيتد ايج، طبعا مش موضوع سؤال اكيد، واحطهم في دراع الشخص ده. امتى يكون بوزيتيف؟ لو كان السويلنج اكبر من 7 مش اقل من 7 تمام. اعالج بايه؟ طبعا برضو اعالج بصلفة وتتراسايكلين وريفينبسين وكلورونفرانيكول، اقراهم بس ما عادي مش هيجي يعني يقول لك انا عليك بكذا وكذا وكذا ولا وده ينفع وده ما ينفعش. كل المضادات الحيويه تنفع في الكلاميديا على فكره، يعني اكتب تخش على جوجل وشوف كده وبقول لي. احنا كده خلصنا الكلاميديا، اتكلمنا ايه في الكلاميديا؟ اتكلمنا ان هي عندي حاجه اسمها كلاميديا ترايكوميتس وسيتيكاي ونيموناي. الكلاميديا ترايكوميتس هي اللي ايه اللي بتعمل لي مشاكل سيكشوال ديزيز، قسمناها حسب الحروف الابجديه ل A و B و B A و C، اللي هم دولت بقى ما بيعملوش كونجينيتال، ما بيعملوش جينيتال ديزيز، امال بيعملوا ايه؟ بيعملوا لي حاجه اسمها تراكوما تمام، وعرفنا يعني ايه. طب من دي الكي؟ لا من دي الكي بيعملوا لي حاجه اسمها، او بيعملوا لي حاجات، اول حاجه بيعملوها لي بيعملوا لي نون سبيسيفيك ايروسايتس، وعن طريق النون سبيسيفيك ايروسايتس ممكن الشخص يعدي نفسه في عينه ويعمل انكلوجن كونجنكتيفايتس تمام. طب ممكن الطفل الام اللي هي عندها ايروسايتس دهيت او عندها فاجينال عندها يوروسايت عم عندها الانفكشن وخلاص، فتعدي ابنها وهو نازل فتعمل لي حاجه اسمها نيوناتال اوف سلم تمام. طب ال واحد، طب بالنسبه لل واحد وال اثنين وال ثلاثة، لا ال واحد اثنين وثلاثة بيعملوا حاجه اسمها لينف جرانيولوما فينيري، قلنا نشخص بايه؟ بحاجات كتير ملهاش اي ثلاثة لازمه، واهم واحد هو فراي تيست. هو ايه فراي تيست؟ طب التريتمنت برضو ما لهمش اي ثلاثة لازمه، اقراهم بسرعه تمام تمام. ولازم برضو تاخد بالك ان هي اوبليجاتوري انتراسيلولر، اوبليجاتوري انت سو فيها دي ان ايه وار ان ايه، وبنسبخها بصبغه اسمها جيمسا وماكفيلو ستين تمام. صلى على النبي كده صلى الله عليه وسلم، واهدى كده ويلا نتكلم عن المايكوبلازما. المايكوبلازما عسوله وما فيهاش حاجه، يعني برضو نقول كده المين كاركتر بتاعتها زي ما اتكلمنا عن الكلاميديا. اولا هي سمولست اورجانيزم، بيقول لك ان هي ذا سمولست، اصغر اورجانيزم. يا نهار ابيض، كلمه سمولست اورجانيزم على فكره انا ما بسمحش كلمه سمولست اورجانيزم غير في الفيروس. انت عاوز تقول ان هي قد الفيروس كده او اصغر من الفيروس كمان؟ ايوه، المايكوبلازما صغيره جدا لدرجه ان هي يعني بتوصل يعني حجمها قد الفيروس كده. طب ليه ما قلتش عليها فيروس طالما هي قد الفيروس؟ اقول لك لا، لان هي بتقدر تعيش في الانيميت ميديا، يعني مش بتحتاج ليفنج تيشو، ما بتحتاجش ليفنج تيشو، انما الفيروس لازم ليفنج تيشو يعيش فيه تمام. يبقى هي سمولست اورجان، اذا سمولست اورجانيزم. طب بتحتاج ولا ما بتحتاجش ميديا تعيش فيها؟ لا ما بتحتاجش ليفنج تيشو تعيش فيه، ممكن تتزرع على اي كلتشر عاديه، مثلا مكونكي، الحاجات اللي هي العاديه دي خالص تمام. بتعمل لي ريسبيراتوري ويوروجينيتال ديزيز تمام، يبقى بتعمل لي ديزيز كتير وخاصه الريسبيراتوري واليوروجينيتال. اهو بيقدر نفس الكلام، قال لك ان هي فيري 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 سمول سايز، الارقام دي ما بشوفهاش غير في الفيروس. طبعا في حاجه مهمه جدا جدا اللي هي ما فيهاش سيل وول، ما فيهاش سيل وول تمام. المايكوبلازما ما فيهاش سيل وول، وطالما ما فيهاش سيل وول يبقى اقدر اقول ثلاث حاجات. اول حاجه ان هي ما بتتسبخش بالجرام، ما بتتسبخش بالجرام، ما بتتسبخش بالجرام، او مش بالجرام، لا استنى استنى ما تضحكش عليك، ما بتتسبخش، ما بتتسبخش اصلا. ليه؟ لان اصلا اللي بيخلي الاورجانيزم يتسبخ هو السيل وول بتاعه، فما بتتسبخش، ده اول مشكله للسيل وول. طب ما فيهاش سيل وول، ايه تاني يترتب على ذلك؟ ايه؟ ان هي ما بتستجيبش للبنسلين،
ايه ده متسيبش البسيلين ليه؟ لان انا عارف ان المضاد الحيوي اللي اسمه بنسلين بيشتغل على السيل وول عن طريق ان هو بيحتوي على حاجه اسمها رينج اسمها بيتا لاكتام ومش عارف ايه، فبيشتغل على السيل وول بتاع الاورجانيزم ده، فالمايكوبلازما ما بتحتويش على سيل وول فيبقى ملوش لازمه. عشان كده لما نتكلم في التريتمنت كل المضادات الحيويه تنفع في علاج المايكوبلازما ما عدا اللي بيشتغل على السيل وول. تمام. تالت حاجه برضو ترتبط ان مفيش سيل وول، اللي هي بتكون هايلي بوليمورفيك، يعني ليها اكتر من شكل. ما اللي بيحافظ لي على شكل شكل البكتيريا وشكل الخليه كده هو السيل وول، فدلوقتي ما بقاش ليها شكل معين. يبقى اول حاجه ان هي فيري فيري سمول ليك سيل وول، ترتب على ذلك ثلاث حاجات: ما بتستجيبش للبنسلين ولا بتتسبغ ولا ولها اكتر من شكل يعني هايلي بوليمورفيك، وان الكالتشر بتاعتها بتحتاج كوليسترول، ودي مهمه جدا جدا جدا، حط عليها 200 خط. يبقى تاني ان هي محتاج الكالتشر بتاعتها كوليسترول. تمام. طب قلنا بنقسمها لاربع سبيشيز، اول سبيشيز معانا اللي هي مايكوبلازما نيموناي، ومن اسمها يبقى كده ما بتعمليش ايه، بتعملي نيمونيا، يبقى كده ملهاش دعوه بالجينيتال انفكشن، بتعملي اتيبيكال نيمونيا. عاوز تقرا الكلام ده اقرا مع نفسك، انا اسف يعني. فالمايكوبلازما نيموناي بتعمل اتيبيكال نيمونيا، اما المايكوبلازما هومينانس بتعمل لي بوست بارتم فيفر، يعني اللي هو حمى النفاس وحمى ما بعد الولاده وسالبنجايتس. يبقى نيموناي اتيبيكال نيمونيا، والهومينانس بتعمل بوست بارتم فيفر وسالبنجايتس. هومينانس بوست بارتم فيفر وايه وسالبنجايتس. تمام زي الفل. طب يلا اللي بيعملوا لي بقى مشاكل في الجينيتاليا، من اسمها مايكوبلازما جينيتاليوم واليوريوبلازما يوريليتيكوم. مايكوبلازما جينيتاليوم واليوريوبلازما ايه يوريوبلازما يوريليتيكوم المايكوبلازما جينيتاليا من اسمها بتعمل جينيتال انفكشن، اما اليوريوبلازما يوريليتيكوم بتعمل نفس برضو الكلام، نون جونوكوكال يوريسترايتس. تحس انهم كلهم بيتلزقوا في الجونوكوكاي مش عارف ليه، نون جونوكوكال يوريسترايتس يعني بتعمل يوريسترايتس شبه اللي بتحصل في الجونوكوكاي، ولكن طالما مش الجونوكوكاي اللي بتعملها فبسميها نون سبيسيفيك او نون جونوكوكال يوريسترايتس. تمام. ودي ممكن طبعا تدخلني في انفيرتيليتي، لان الكلام ده بيحصل له هيلينج واي فيبروزس والكلام ده كله فيحصل انفيرتيليتي. ومن اسمها يوريوبلازما يبقى محتاج 10% يوريا عشان تنمو فور جروس، حتى كده علشان سميناها يوريوبلازما بسبب ان هي بتحتاج ايه يوريا. يبقى السلايد ده يخرج منها بايه، ان عندنا اللي بيعمل لي جينيتال انفيكشن مايكوبلازما جينيتاليوم واليوريوبلازما يوريليتيكوم. اليوريوبلازما يوريليتيكوم بتعمل لي حاجه اسمها نون جونوكوكال انفيكشن او نون جونوكوكال يوريسترايتس، بتحتاج 10% يوريا. تمام شكلها بيعيد نفس الكلام تاني، مش اي ثلاثه لازمه اقرا برده كالتشر. معلش تعالى يلا. اولا بيقول لك ان هي مايكرو ايروفيليك، يعني ايه مايكرو ايروفيليك؟ يعني القليل من الهواء يكفي. انا فاكر كده اول ما خدنا مايكرو كان يقول لك ايه مايكرو ايروفيليك، يعني القليل شويه هواء حلوين. تمام يبقى كل المايكوبلازما شويه هواء يكفوا. اما النيموناي من اسمها، والله من اسمها نيموناي يعني بتعيش في الرئه، يعني بتضرب الرئه، يعني ايه؟ يعني بتحتاج هواء. نيموناي يبقى لازما هواء. تمام ولكن بيقول لك ان هي فاكوليتيف انيروب، يعني سواء في هواء ما فيش هواء انا برضو بعيش، انا شغاله برضو فاكوليتيف انيروب. وافضل نمو ليها بيكون فين؟ 10% سي او 2. اخرج من السطرين الملعبكين دولت ان انا عندي كل المايكوبلازما مايكرو اورفيلك شويه هواء زي الفل، اما النيموناي لا ده فاكوليتيف انيروب زي الفل كده. ما تحفظش حاجه تاني. درجه الحراره 37. تمام يبقى الاوبتيمال طبيعي درجة الحرارة بتاعت اي حاجة 37. طب الكاليتشر بتاعتنا لا، بيقول لك ان انا ايه، انا رخمة، انا قد النمنمة، انا صغيرة جدا، ولكن الكاليتشر بتاعتي لازم تكون متغذية، لازم ان يكون فيها بيقول لك هارت انفيوجن. والله ما عارف يعني ايه عصارة القلب، هارت انفيوجن يعني عصارة القلب، مش عارف بقى يجيب عصارة حد وقلب حد ويعصره مش عارف. يست اكستراكت خلاصة الخميرة مش عارف والله، حاجات كده يعني ايه، انت عندك بقى فاضي ادخل بقى ودور يعني ايه هارت انفيوجن ويست اكستراكت مش عارف. والتي تاني هيومن اسايتيك فلويد اور هورس سيكريشن از ا سورس اوف الكوليسترول، يعني انا قلت لك عشان البتاع دي تنمو. بص ما تحفظش الحته دي، ان هي لازم الكالتشر بتاعتها علشان يحصل فيها جروس لازم تحتاج كوليسترول. طب الكوليسترول ده هنجيبه منين؟ بيقول لك الشخص ده بيكون عنده اسايتس، غالبا عنده اسايتس، فالاستسقاء او الفلويد ده بيبقى فيه كوليسترول، بنسحب عينه وناخد الكوليسترول، حاجه ملهاش اي 30 لازمه. نخرج لايه من السلايد ديت، ان احنا عندنا كل مايكروبلازما بتكون مايكرو ايروفيليك ما عدا النيموناي بتكون فاكوليتيف انيروب و37 درجه وبتحتاج كوليسترول عشان تنمو. طب جروس از سلو، بيقول لك ان ايه النمو بتاعها بيكون بطيء او من 2 ل 6 ايام في الفلويد ميديا
اما بيكون في السوليد ميديا من 3 ل 10 ايام. طبيعي في ان الفلويد ميديا يكون النمو فيها اسرع من السوليد ميديا، طبيعي اي وسط يكون فيه فلويد النمو بيكون فيه اسرع. الكولونيز بيكون طبعا في سمول ما لهاش اي تلاتيليزما، واهم حاجه ان هي بتعمل لي حاجه اسمها فرايد ايج. فرايد ايج اللي هو شبه البيض المسلوق كده اهي، البيض الاومليت، البيض المسلوق ايه، البيض الاومليت اهي. ده لو تلاحظ ده بيض اومليت اهوت، اهو تلاقي الصفار بيبقى موجود هنا كده، صفار البيض بيبقى كده وحوالي الايه البيض لو تفتكر يعني. والله يعني لو في وقت اعملها لك وابقى فاضي يعني. اهو يلا بقى اهو بيبقى كده بالظبط بالظبط، ده كأنك ايه، هذا الصفار بتاع البيض بيض، وال ده شكل بنسميه الفرايد ايج، فرايد ايج ابيرنس. تمام ده الفرايد ايج ابيرنس. طب نشخص بنفس الكلام اللي قلنا لك، باخد سبيسمن، باخد ايه، باخد سبيسمن يوروسرال سكرابنج او فاجينال سكرابنج اي حاجه يعني. دايركت سمير برضو بيقول لك ان هو ملهوش اي نو فاليو بيكوز ايه يورين ستيمبر، لان بص هتاخد دايركت سمير ليه؟ عشان تصبغها، هو اصلا ما بيستجيبش للصبغه فملهوش اي ثلاثين لازم. الدايركت سمير برضو خد بالك ان هو ملهوش يعني الصبغه ملهاش اي ثلاثين لازم. الكالتشر اهم حاجه ان هو ايه بتديني الكالتشر بتاعتها، بتديني ايه فرايد ايج، فرايد ايج بس كده. مره بنخلص ولا ايه؟ السيرولوجي طبعا اليزا او سي في تي اللي هو كومبلمنت فيكسيشن تيست برضه ما لهمش اي ثلاثي لازم. اما المهم جدا باذن الله يعني وان شاء الله يجي اللي هو الكولد هيموجلوتينيشن تيست. تعال نفسر الكلمه بسرعه كده قبل ما ننزل لتحت. كولد يعني ايه؟ يعني بيحتاج درجه حراره قليل. بيقول لك درجه الحراره دي بتكون من 5 ل 10 مش 37 الاوبتيمال اللي احنا عارفينها. يبقى كلمه كولد يبقى من 5 ل 10. هيموجلوتينيشن هيم يعني انا احتاج دم. بيقول لك احتاج دم ايه؟ يعني هنجيب ار بي سي زي بتاعه شخص الار اتش فصيله دم ار اتش نيجاتيف. يبقى هجيب ار بي سي زي بتاعه شخص ار اتش نيجاتيف، ار اتش نيجاتيف اي ار اتش نيجاتيف ده او نيجاتيف وخلاص. ثاني 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 معلش 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 او نيجاتيف ار بي سي زي اهيت بتاعت شخص ويكون الهيموجلوبين بتاعه ار اتش او فصيله دمه يعني او نيجاتيف. تمام تمام يبقى هجيب ار بي سي زي. كلمه هيم فسرتها ان انا هجيب ار بي سي زي بتاعت شخص فصيله دمه او نيجاتيف. تمام اجلوتينيشن يعني هيحصل اجلوتينيشن ما بين حاجه وحاجه. تمام يبقى كده فسرت كلمة كولد ان درجة الحرارة بتكون من 5 ل 10 مش 37. هيم يبقى انا هحتاج دم. اللي هو هحتاج دم ايه يعني؟ هجيب ار بي سي زي بتاعت شخص فصيلة دمه او نيجاتيف. طب الشخص التيست بيحصل ازاي؟ بص يا سيدي بنجيب اميونوجلوبين ام من الشخص المصاب. يبقى الشخص اللي عنده ان انا شاكك اللي هو عنده مايكرو بلازما بجيب ايه؟ بسحب من عين الدم وباخد ايه؟ بجيب اميونوجلوبين ام. بجيب اميونوجلوبين بجيب اميونوجلوبين ام واحطها على مين؟ واحطها على العينه اللي فيها ايه؟ واحطها على العينه بتاعت اللي فيها الدم يعني اللي فيها الار بي سي زي اللي شايله او نيجاتيف. يبقى بجيب اميونوجلوبين انا عندي اهو، بحط اميونوجلوبين ام وبحط معاه الار بي سي زي اللي شايله او نيجاتيف. بيقول لك ان لما بحط الاثنين على بعض بيحصل اجلوتينيشن بس كده، هو ده اللي بيحصل. يعني بيقول لك ان الاميونوجلوبين ام الكلاميديا بتعمله في الشخص المصاب يعني، ما الطبيعي اي انفكشن بتحصل بيطلع ضدها انتيبادز يعني مثلا بكتيريا كذا بيطلع ضدها انتيبادز. اميونوجلوبين ام اللي طلع ده يقدر يعمل هيم اجلوتينيشن لل يعني يقدر يعمل هيم اجلوتينيشن للاشخاص اللي عندهم او ايه او نيجاتيف بس. طب نعالج بايه؟ نعالج باي حاجه غير البنسلين بس، ده اللي اقدر اقول لك. عالج باي حاجه غير البنسلين. تمام يبقى المايكوبلازما بسرعه اهم حاجه اللي تعرفوا فيها ان هي فيري سمول ما تحتويش على سيل وول، وعشان كده في ثلاث حاجات ليها ترتبوا على ذلك، ان هي مايكرو ايروفيليك ما عدا النيموناي بتكون فاكولتيف انيروب وبتحتاج كوليسترول مهم جدا. ايه تاني؟ فرايد ايج اللي هي الكالتشر بتاعتها بتكون عامله زي الاومليت. ايه تاني تاني؟ هيم اجلوتينيشن تيست برضو مهم جدا ليها. الثاني كان فرايز تيست، انما هنا هيم اجلوتينيشن تيست بجيب اميونوجلوبين ام. يجي يسالك اميونوجلوبين ام ولا جي ولا مش عارف، لا اميونوجلوبين ام، وتكون فصيله الدم بتاعتي او نيجاتيف عند درجه حراره من 5 ل 10 مش 37 اللي احنا بنمشي عليه لان اصلا اسمه كولد. تريتمنت باي دراج غير البنسلين، عاوز تحفظ ربنا يوفقك بس باي دراج غير البنسلين. وبكده الحمد لله نكون خلصنا. توفيق يا شباب.